السلام عليكم. الخنازير البرية توحد قواها لمحاربة الليوبرد، شيء لا يصدق في عالم الحيوان. التخلص من الخنازير البرية أمر صعب للغاية، فالخنازير البرية لها من القوة ما يكفيها لمحاربة جميع القطط الكبيرة ومنها الليوبرد. إن الأنياب المدببة الكبيرة تستطيع بها غرزها في أعماق لحم الليوبرد، مما يجعل اصطياد الخنازير الكبيرة أمر صعب للغاية. الليوبارد هو ثاني أقوى القطط الكبيرة، شرس وقوي ورشيق للغاية. يحاول التعدي على بيوت الخنازير البرية، لكن مع توحد الخنازير البرية قوها فإنها جاهزة لمحاربة الليوبارد. الليوبارد جائع يعافر لتوفير الغذاء، لكن الخنازير البرية تأبى أن يحدث ذلك. سرعتها هائلة، تحاول مضاهاة الليوبارد في خط مستقيم. دائما ما تبحث هذه القطط عن الصيد السهل. يمر الليوبارد أمام الخنازير الكبيرة، لكنه لا يستطيع حتى النظر إليها. إن صيد الخنزير الكبير الذكر أمر مخزي للغاية، قد يخسر الليوبارد المعركة مع جروح قد تصيبه في مقتل. يحاول الليوبارد صيد الخنازير الصغار، لكن الأم تلاحقه في كل اتجاه، ويعاونها الذكر وجميع العائلة الخنزيرية في ذلك. لكن فجأة يستطيع الليوبارد أخيرا السيطرة على الخنزير الأم، وهي تصرخ لأجل حقها في الحياة. الضبع صارخ لا يتوقف عن سرقة الفريسة من القطط الكبيرة. يحاول جذب الخنزير الأم من ناحيته، لكن الأنياب المدببة تعمل وظيفتها في طعن الليوبارد والضبع معا، مما جعلها تفلت من بين أنياب الليوبارد وتهرب بسرعة إلى بيتها مسرعة في ذلك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة والحرص على تفعيل زر الجرس واللايك، دعمك لنا للاستمرار. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.